مرحبا أبطال، أهلا، كيفكن اليوم؟ يعطيكم العافية. أبطالنا اليوم راح تعيشوا تجربة جميلة جدا، لكن قبل ما أحكي لكم عن هالتجربة بدي أقولكم أنه بهذا التحدي اللي هو الأول بهالأسبوع راح تنقسموا إلى مجموعات، ثلاث مجموعات، بكل مجموعة راح يكون في أربع أبطال. أول مجموعة عبد العزيز، آية، شيماء، لبنى. للأمانة ما كنا ندري أنه راح يتم تقسيمنا إلى مجموعات، لكن اللهم لك الحمد راضي بمجموعتي كل الرضا. مجموعة ثانية، عمر، أم النصر، هديل، وجمانة. في كونكشن بيني وبين كل شخص معي في الفريق. المجموعة الثالثة هي سمية، نعيمة، فاطمة، ومزنة. كنت أود أن أقع في المجموعة التي وقعت فيها، الحمد لله، يعني نرى بأن مجموعاتنا متنوعة فيها مختلف الأعمار ومختلف الثقافات، بالتالي سنتشارك أفكار عميقة إن شاء الله. التحدي هو ستقومون بزيارة دار رعاية كبار المواطنين في الشارقة كسفراء لدار تحدي القراءة العربي. ستلتقون بأناس داخل هذه المؤسسة لتتعرفوا عليهم وتسمعون قصصهم. اتحمس جداً أنه قبل ما يكون تحدي كان مهمة اجتماعية وإنسانية. مدة التقديم أمام اللجنة هي دقيقتان. حكم اللجنة سيكون بناءً على العمل كفريق، طريقة التقديم، اللغة، الصدق في إيصال المشاعر، والقدرة على تمثيل تحدي القراءة العربي بأفضل طريقة. بنهاية هذا التحدي لجنة التحكيم راح تقوم باختيار مجموعة واحدة راح تدخل منطقة الأمان. كل أمل بأننا سنكون الفريق المتأهل. يعني ظل عنا ثمانية أبطال راح يخوضوا تحدي ثاني في هذه الحلقة. التحدي الثاني راح تقدموا أمام اللجنة كأفراد. وبنهاية حلقة اليوم راح نودع ثلاث أبطال. بدي أتمنى لكم كل التوفيق.